أعلنت الشرطة الفرنسية إنها قتلت شخصا حاول انتزاع سلاح من جنديته في مطار أورلي في باريس. من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن الهجوم المزدوج يتطلب حالة استنفار في المطار والمناطق المجاورة، مؤكدا على ضرورة استمرار دعم الجيش للشرطة. أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم أنها قتلت شخصا حاول انتزاع سلاح من جندية فرنسية في مطار أورلي بباريس. ونقلت مصادر محلية أن السلطات المختصة قامت بإخلاء المطار وفتحت تحقيقا واسعا حول أسباب الحادث. كما قامت الشرطة الفرنسية بتعليق الرحلات من وإلى المطار وتحويل بعضها إلى مطار شارل دوغول في باريس. من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي أنه لم تقع أي إصابات بين المدنيين في حادث مطار أورلي. وفي حادث منفصل أعلنت الداخلية الفرنسية عن إصابة شرطي بالرصاص شمال باريس. وقال مصدر في الشرطة الفرنسية لاحقا أن الرجل الذي أطلق النار على الشرطة شمال المدينة في وقت سابق من اليوم هو نفسه المهاجم في مطار أورلي، مضيفا أن الرجل المعني في وقعتي باريس متطرف معروف ومطلوب لدى أجهزة الاستخبارات. وفي سياق التحقيقات اعتقلت الشرطة الفرنسية والد وشقيق منفذ العمليتين، وجاء الهجومان بعد حادث مماثل وقع الشهر الماضي في متحف اللوفر بباريس، فيما لا تزال فرنسا تشهد حالة الطوارئ تحسبا لأي هجمات إرهابية.